متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من بابي ساكنة جزيئة نجمة بن سليمان. كتشوف معنا السكري طالع ليه الدم وكاعين حتى جات الكاريه نجا حداهم، كيعطيهم الروائح الكريهة بالليل، كيعطيهم رائحة الزفت. نشوف المعاناة ديالهم، غنبقاو مع رئيس الجمعية. سألتكم كرئيس الجمعية، شنو هما التدابير اللي اتخذتو وشنو واقع بالضبط في هاد المنطقة عندكم، في هاد البلاصة عندكم؟ السلام عليكم. هاد السيد هذا استغل الحظر الصحي، يعني في صار مارس الوقت اللي كانوا الناس كيخرج حتى واحد، كيخرج واحد من فرد من افراد من افراد ديال الاسره كيخرج كيتقدا ويجي. هما استغلوا داك الظرف، داروا معمل، حفروا، داروا دي سيتيرن في الارض وداروا معمل، ودو كيشتغلوا ومدرقين المعمل توفنا وبالحجر، يعني جبال ديال التوفنا والحجر باش ما يبانش المعمل. الناس كتشم ريحه كريهه ما عرفاتش ديالاش، منهم انا نيت كنسحب شي حاجه محروقه عندي في الدار، خيط ولا شي حاجه. بقينا اليوم على غدا، اليوم حتى شهر 6 هذا اكتشفناه بان راه كاين معمل هنايا، ملي مشينا درنا الشكايه للمسؤولين خرجوا لنا هنايا، شافوا هذاك قالوا هذا المعمل خصو يتوقف. قالوا يلا نمشيو للبشاوي، مشينا للبشاويه قالوا واش عندك رخصه، بركي داك اللي كيمثل الشركه بركي يدخل خرج في الهضره. قالوا الباشا واش عندك رخصه، قلت يجيك مليح المره الجايه، يجي حتى المدير ديالك ويجي معك اوراق قال لك باش تدلي بها. المره الجايه ملي جا اجتمعنا كانوا جميع التقنيين ما عندوش رخصه، خدام بلا رخصه. قال له دابا خرج قرار غادي توقف هذا المعمل، هذا عندك سيمانه تفكك المعمل وتزيد في حالاتك. سيمانه وصلت ماهش، طايتوا لي تناول النائب ديالي غادي في واحد الغرض، طايتوا لي الساكي واحد افراد الساكنه او دار المعمره باقي خدام. ملي جينا لعين المكان لقيت سعاده القائد، لقيتو تما سعاده القائد هذا خرج قرار من عند سعاده الباشا باش يتحبس هذا المعمل هذا، وهذا السيد باقي خدام. قال لي لا صافي انا من العشره وانا هنا صافي، هذا غادي يمشي بحالو تسير بحالات. ملي مشينا بقى خدام، رجعنا سيد الباشا قال لنا دخلوا دخلنا، قال لنا انتوما اللي قلتوا لي يخدم بوزنيقه، قلت ليه لا انت اللي قلتي لينا بوزنيقه على قبل وليداتك مشيو للبحر، ما قلناش حنا، انت اللي قلتي لينا. شاد مع الصديق ديالي هو يقول لنا بهذا اللفظ، قال هادشي كبار مني، انا هادشي كبار مني ما عندي ما ندير لكم، هذا هو اللي كاين. وكان نطلبوا من المعنيين بالامر وكنطلبوا من سيدنا الله ينصرو يتدخل لنا في هذه القضيه هذه، حيت السيد هذا معروف، هذا راه خدام جميع الجهات، كاع شاد القنات على قبل كيقول لهم بوزنيقه، هو راه خدام في السطات ما مخلي حتى قنت، وهذا السيد هذا هو مجاهد راه معروف، راه يدو طويله قال لك هنا في المغرب. وحنا كنطلبوا سيدنا الله ينصرو يتدخل لنا في هذه القضيه في اسرع وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كيف ما قال السيد رئيس الجمعيه، فهذا المعمل تواجده بالقرب بحي سكني مأهول بالساكنه كما كتلاحظ حي نجمه بن سليمان، فاصبح يهدد خطر على حياه الساكنه. هذا المعمل اصبح يهدد حياه الساكنه، هاد الروائح الكريهه اللي كتنبعث منه خصوصا بالليل، وكذلك هاد الغبار كما كتشوفوا كاين واحد الجبال ديال ماده التوفنا والكياس اللي كما كتلاحظوا الارض ان اصبح الغبار الكثير الى جانب الروائح الكريهه التي تهدد صحه وسلامه الساكنه، خصوصا ذوي امراض الربو، الناس اللي مصابين بامراض الربو فاصبحوا كيعانون مشكل. وكذلك نحن الساكنه اصبح اختناقات بالليل لروائح كريهه خصوصا في الليل. كما كتلاحظوا ان هذا المعمل او هذه الوحده الانتاجيه اللي توضعت هنا بدون ترخيص فكيزيد الوتيره الشغال بالليل، يستغلوا النوم ديال الساكنه، تيستغلون ظلام الليل للعمل والشغال. وحنا كنعرفوا كما قلنا الناس اللي كتشتغل بالليل شكون؟ الناس اللي خارجين على القانون. كما كتلاحظوا هاد الشاحنه ديالو تما تكازات الان، ويلا في هذا الجانب وفي الجانب الاخر ومازال كيجيو ان شاء الله، مازال كيتلحقوا الشاحنات باش كيبدا العمل ديالو بالليل. حنا بالليل راه كتصدر واحد الروائح كريهه، حنا كساكنه كنطالبوا من الجهات المسؤوله تعقل وتغلب لغه الحوار وتغلب مصلحه المواطن، ما تعتبرناش كساكنه من الدرجه
الثانية نحن ساكنة، نحن مواطنين، فكما قال صاحب جلالة فالخطاب ديالو أن الإدارة مطالبة بالتجاوب مع مشاكل الساكنة وحل مشاكل الساكنة، لكن للأسف السلطة المحلية رغم اللقاءات الأولية لكن من بعد تبين أنه كاين تماطل، المعمل لا يتوفر على رخصة، غير مرخص له ويشتغل، والسلطات المحلية عاجزة عن توقيفه، تضحي بحياتنا وبصحتنا وبصحة أبنائنا ولا تستجيب لمطالبنا. بعد لقاءات مع السيد الباشا كانت لقاءات مع السيد كاتب العام صاحب جلالة، مع السيد كانت واحد الجلسة كذلك مع عامل صاحب جلالة، لكن لحد الآن ما زال المعمل يشتغل ويشتغل بوتيرة مرتفعة، وكما قلت خصوصا بالليل. احنا كساكنة نحمل السلطات المحلية وعلى رأسها السيد المسؤول الأول بالإقليم تواجد ما يخلف هذا المعمل، قلت نحمل الجهات المسؤولة، نحمل وزارة التجهيز لسمحات هذا المعمل في شخص مندوب وزارة التجهيز، كذلك نحمل المسؤولية لمندوب وزارة الصحة اللي كيشوف الضرر والضرر ثابت وقائم، فرا الناس جاو عندنا غير الناس ضيوف فآداتهم هذه الرائحة. إذا احنا كساكنة نطالب الجهات المسؤولة بالتوقيف الفوري لهذا المعمل، وحنا كساكنة فعندنا مجموعة من الخطوات ومجموعة من الخطوات النضالية إن شاء الله، ونصب الكلمة لأحد الساكنة كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أجدد الشكر إلى قناة شوف تي في على هذا الدعم، على هذه التغطية. نحن كساكنة تجزئة نجمة بن سليمان بمدينة بن سليمان خرجنا الاحتجاج مكرهين ليس في نزهة، بعدما ضيقنا درعا بتواجد هذا المعمل بجوارنا بقربنا وما يخلفه من روائح تزكم الأنوف، روائح سامة جدا. خرجنا الاحتجاج أيضا بعدما أصيب أبناؤنا وشيوخنا وصبيتنا بأمراض تنفسية، خرجنا الاحتجاج من أجل أن نسترد حقنا في العيش، بأن نسترد حقنا في العيش في بيئة اللي هي صافية، بيئة اللي هي نقية، بحقنا في الصحة، الحق الصحي اللي هو أسمى الحقوق. نحن عازمون إن شاء الله على مواصلة الخطوات النضالية السلمية القانونية، لن نتراجع أبدا حتى نسترد هذا الحق. الغريب في الأمر أن هذا المعمل جاء مجاورا للمدرسة الابتدائية، وهذه المدرسة يرتادها أطفال صغار، وهناك روض للتعليم الأولي. إذا هذا المعمل لا يحترم لا صغير ولا كبير ولا مدرسة ولا ساكنة ولا أي شيء. نحن عازمون على مواصلة هذا النضال، على تكثيف الوقفات الاحتجاجية، على إن شاء الله الاعتصام بعين المكان، ثم التوجه إن شاء الله بالسيارات ديالنا، بالأبناء ديالنا، بالزوجات ديالنا، بالشيوخ ديالنا صوب القصر الملكي، استنجادا بصاحب الجلالة نصره الله، من أجل أن يسترد حقنا وما ضاع حق وراءه طالب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما شاهدتم معنا متابعي قناة شوف تي في، كيتواجدوا مازال جدوا معكم من أمام هذا المعمل الغير مرخص كما كيقولوا الساكنة ديال هذه المنطقة. كنتمنى من السلطة المحلية تاخذ الإجراءات ديال اللازمة في حق المتجاوزين. كنت معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.